اهلا وسهلا بحضراتكم، نجدد التحيه في احداث النهار. وزي ما قلت لحضراتكم هذه المناسبه بتستحق جزء مننا، يعني جزء مننا بنحاول ان احنا نغطيه خلال الساعتين في احداث النهار النهارده، ولكن هي تستحق الكثير والكثير والكثير. اتكلمنا شق ديني بحت في هذا الخطاب في مناسبه طبعا مولد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا شق اقتصادي، باقي الشق الاجتماعي، وممكن نضع عنوان لما يمكن تسميته بالعبث بالخطاب الديني. بشرف يكون موجود معايا سيادة النائب عاطف خليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهلا بك سيادة. أهلا بك. شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا يا فندم. أهلا وسهلا. فيما يخص العنوان اللي احنا أطلقنا عليه العبث في الخطاب الديني، ونقدر نقول مراحل تطبيقه من ساعة ما تم التنويه إليه ودق جرس الإنذار فيما يستخدم، واربط بقى القضايا تظاهر على قانون ارهاب على 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 بقى يعني فكر تكفيري على الى اخره، على مجهودات الدوله الى اخره. وطبعا في شق تاني هنتناوله وهو الشق الاجرائي من ناحيه مجلس النواب. نبدا بيه. اولا ابدا يعني بتهنئه الشعب المصري كله ان شاء الله بالمولد النبوي الشريف، ونتمنى ان الايام اللي جايه تكون ايام خير على مصر، وايام فيها يعني بركة رحمة بين المواطن المصري والمواطن المصري. الحقيقة طبعا يعني الرئيس النهاردة الخطاب بتاعه خطاب الحقيقة دقيق جدا، يعني كان بيتكلم في المشكلة وبيتكلم عن طريقة الحل، تحل ازاي، لدرجة ان هو يعني لما اتكلم على الخطاب الديني وتطوير الخطاب الديني وشجاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القرارات المهمة، وان المفترض يبقى اسوة لنا فعلا، لان القرآن قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، صدق الله العظيم. الحقيقة الخطاب الديني تم العبث به فترة طويلة جدا جدا جدا، ما لفتش نظر ايا من الحكام اللي حكموا في الفتره الطويله العبث الشديد قوي، لان ما كانش فيه السلبيات اللي ظهرت دلوقتي. ما كانش فيه المطامع العالميه في المنطقه العربيه وبخاصه مصر، ما كانش موجود، عشان كده كانوا الحكام مش حاسينها. ولكن احنا لما نرجع للخطاب الديني ونتكلم عن الخطاب الديني وطريقة تطوير الخطاب الديني، نبص للدستور، دستور 2014 اللي حمل الأزهر في مادته الرابعة كل أعباء تطوير الخطاب الديني بل واللغة العربية، لأن اللغة العربية مرتبطة بمفاهيم داخل القرآن، يعني أحيانا مش بس اللغة بتستخدم، صح، بتستخدم كلمات اللغة العربية المورية اللي لها معنيين لتوصيل مفهوم خاطئ عن طريق آيات في القرآن الكريم، فيحصل من هنا الإرهاب تضليل، ويحصل من هنا التضليل، ويحصل من هنا التشويش والتشويه على الدين الإسلامي بل وكل الأديان عموما، لأن كل الأديان منبثقة، وخاصة الأديان السماوية الثلاثة منبثقة من إله واحد، إله مفهوم التعايش. يعني يمكن حاجة جميلة جدا وعنوان بسيط جدا عندنا في الإسلام، لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الدين المعاملة. معاملة مين لمين؟ المسلم للمسلم، ولا المسيحي للمسلم، ولا المسيحي لليهودي، لا، الدين البشر. المعاملة، يا رب يكون معاملة البوذي للبوذي، الدين المعاملة. من هنا نرجع نقول يعني احنا بننبه بس ان الأزهر عليه دور كبير قوي في توصيل المفاهيم الصحيحة وتصحيح ما شوه عن الدين الإسلامي وتصحيح قواعد اللغة العربية، وده مهم جدا داخل البلاد وخارج البلاد، عشان برضو ايه نبقى بنشرح المادة بالتفصيل. خليني نيجي، مش هخرج على السياق، ولكن عايز اتكلم على الأسعار. عايز اتكلم على الأسعار والفساد كده هنقفز قفزة. وبعدين انتوا يعني بصراحة في مجلس النواب مش خلصانين يعني شكاوى، ومش خلصانين يعني ايه شكوى من الناس او معاناة اللي كل يوم بتزيد عليكم. يمكن الرئيس برضو في خطابه اتكلم عن القصة دي، عن غلاء الاسعار، وان احنا يعني بننفذ فكر اقتصادي جديد لعلاج ما تم تدميره
في الاقتصاد المصري، وقال كده بالواضح ان احنا لو استمرنا كده كنا هننتهي، ولكن الحمد لله ان احنا وصلنا لحل. والحل ده هيئن منه، كان حلين، الحل حل ان احنا نعالج الازمه دلوقتي نرقعها يعني زي ما كان بيحصل قبل كده، لا 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 ان احنا نعافر بقى، ما كانش هينفع ترقيع. صدقني كان هو الحل الاول بل والاخير، مش هقول الاول وفي تاني، لا هو الحل الاول والاخير. يمكن نتكلم على الدولار، وان احنا بسبب تصحيح المفاهيم الاقتصاديه والوضع الاقتصادي الدولار ارتفع، ومش هي دي نسبه الدولار قصاد الجنيه. وده انا يعني ملاحظه، ان احنا كنا حاطين في الفكره بتاعه التعويم الكلي المضار للجنيه ان الدولار مش هيقل عن 13.5 او 13.60، النهارده ب 18 وشويه. ماشي، الكلام ده كله ليه بقى؟ الكلام ده بسبب جشع التجار، لان التاجر دلوقتي بيتصيد الفرص، على الرغم ان انت بتعيش في وطنك، المفترض وطنك اذا كان بيئن انت تعمل على تخفيف انينه. صحيح. انما انت ما تنتهس الفرصه وتضارب وتعلي في السعر، وخاصه ان البلد يعني عامله فكره اقتصاديه صعبه جدا، يعني امكانيه تنفيذها كنا بنقول لازم البنك المركزي يحكم القبضه في قصه العجز في الميزان التجاري. انا عايز اوصل الاسعار بتغلى ليه في قصه الميزان التجاري، العجز في الميزان التجاري ما بين الاستيراد والتصدير، ولازم الرقابه على الاسواق، ودي المهمه جدا، الرقابه على الاسواق، وان انت يعني تعوم السوق شويه في السلع الاستراتيجيه عشان ما يعني تعلاش، يعني قصه السكر وقصه الزيت ما تديش بوابه لاي حد يستغل الظروف او الوضع الاقتصادي. بالظبط، ما تديلوش. انا غلى الاسعار بشدد الرقابه في نفس الوقت عشان ما تديش حد يستغل الوضع. بالظبط، بمعنى اخر فاكرين السكر، الرز، سكر، ادويه وهكذا، يعني ما نديش حد فرصه انه يستغل، ان هو يتصيد اي فرصه عشان يتربع على حساب المواطن وعلى حساب انين المواطن المصري. ده رقم واحد. لما نتكلم على الفساد، الحقيقه ويمكن ده اللي لاحظته في الاونه الاخيره، لقينا ان فساد الدوله العميقه من 80 سنه او من 50 سنه تضافر مع بعض الفساد بتاع الدوله الحديثه اللي احنا بنعيشها ما بعد ثوره 30/6 مش 25 يناير. يعني انا بصراحه لما بروح اي مؤسسه والاقي فساد مستحدث انا بزعل جدا، لان احنا المفترض بعد الثوره اللي احنا عملناها بارادتنا المفترض ان الكل يشارك في بناء الدوله الحضاريه الحديثه، كل واحد يشارك، كل واحد عليه دور. انت عارف لو احييت ضميرك ده دور كبير جدا، لو احنا احيينا ضميرنا، لو لقيت حاجه خطا وانا ما اشتركش فيها، بالعكس انا انبئ عنها عشان نحاول كلنا ان احنا نمنعها. فانا حزنت جدا ان حصل تضافر فساد الدوله العميقه مع بعض فساد الدولة الحالية. لما نروح مؤسسات يعني منظومة التموين مثلا، ودي منظومة مهمة جدا لان هي السلع الاستراتيجية اللي المواطن المصري بيستخدمها في حياته اليومية كل ثانية. كل ثانية بتلاقي مواطن بعت يجيب رز، بعت يجيب زيت، بعت يجيب سكر. لما الفساد يبقى في الحتة دي والفساد الحقيقي تراكم، واحنا اشرنا من اول يوم في امر البرلمان المصري، أشرنا من أول يوم أن هناك فساد في وزارة التموين. ولكن إحنا عملنا إيه؟ إحنا عملنا لجنة عشان تطلع تراقب، والحقيقة طلعت فساد بالكوم زي ما بيقولوا. عملنا إيه؟ إحنا غيرنا الوزير خالد حنفي وأتينا بوزير، إنما الفساد انتهى ما انتهاش. ده كنت أسأله يعني، هل تغيير منصب، تغيير شخص انتهى الفساد؟ لا لا خالص خالص، الفساد ما انتهاش، الفساد زي ما هو. أنا لسه كنت بأول أمس قاعد مع بعض الرجال اللي هم عندهم مطاحن، بيحكي لي راجل عنده ضمير وعايز يعمل حاجة صح في آخر أيام، وراجل عنده من العمر 75 سنة، بيقول لي يا أستاذ عاطف القمح اللي جاي لي من الوزارة عشان أطحنه فيه حوالي 10% أو 15% سوس ورمل، فقبل ما أطحن المفترض إن أنا هغربل، لو غربلت هيطلع 10% او 15% اللي انا بقول لك عليهم سوس ورمل، هيطلعوا في الميه، هيبقى عجز عليا انا، اعمل ايه؟ طيب الوزاره تبعت قمح للمطاحن بالشكل ده ليه؟
احنا شفنا فساد في الوزاره دي بشكل غير عادي، شفنا قمح محطوط وهمي في 18 واحد، شفنا نيابه النهارده اصدرت منعهم في تصرف اموالهم ومنعهم من السفر. قضيه القمح، بالنسبه لقضيه القمح، فساد القمح، فساد القمح، احنا عايزين بقى الجديد. عايزين الجديد. انا عارف ان الفساد مش هينتهي او يحارب في يوم وليله، ولكن احنا عايزين نبدا صح، عايزين ناخد خطوه. انت عارف لما بنروح اي مؤسسه ونلاقي ان الفساد بدا يحارب بخطوه واحده، احنا بنبقى في منتهى السعاده ونحاول نساعد على محاربه الفساد. نيجي للصحه، احنا عايزين نمسكها حاجه حاجه، الحاجات الاستراتيجيه اللي المواطن طيب المصري بيتكلم فيها. بتعملوا ايه كمجلس نواب في موضوع الرقابه؟ احنا يمكن انا طلعتوا بالقمح، طلعنا بالقمح، والنهارده بنعمل أدوية. بنعمل لجنه الادويه لوزاره الصحه ككل، للادويه كلها، للفساد في وزاره الصحه ككل. هي وزاره الصحه عباره عن ايه؟ ان ادويه وخدمه بتؤدى. لان ممكن يكون عندي الادويه وتقاعس عن تقديم الخدمه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي في دايرتي عندي مستشفيتين كبار قوي، عندي معهد الكلى. لو تنورنا سياده النائب بس، دايره المطريه، المطريه تمام، دايره المطريه. عندي معهد الكلى، ده معهد يعتبر عالمي. الكلام ده يتاخد عليك لو اي حد من المطريه دلوقتي هيجي بالزبط. اي كلمه هتقولها دلوقتي على المطريه اتفضل. عندي معهد بصراحه، يعني يمكن الدكتور شريف صوار مدير المعهد عامل ركن فيه تخشه كانك داخل المستشفى في فرنسا. ولكن كل ما اروح هتلاقيه بيئن، ايه يا دكتور في ايه؟ الناس واقفه طابور، اللي عايز الغسيل الكلوي دي حاجه مهمه جدا. صحيح. زي برضو السلع الاستراتيجيه، ما هي حاجه مهمه جدا، اللي عندنا لاننا عندنا ملاحظه. يعني انا عايز اقول لوزير الصحه، يا حضرتك ما انتبهتش ان الفشل الكلوي في الشعب المصري بيتزايد؟ احنا عايزين الاول نعرف من ايه. صح. نعالجه، نعالجه، نعمل نوفر وحدات غسيل كلوي ونزودها، نزود، انما احنا عايزين نعرف الداء ده بيجي للشعب المصري من ايه عشان نمنعه. ما هي القصه مش تداوي بس. فلما اخش انا بقى معهد كبير زي ده، خمس ادوار، وتلاقي فيه وحدات للغسيل الكلوي موجوده فاضيه، وتلاقي فيه مريض بيعيط بيقول انا عايز اغسل ومش عايزين يغسلوا لي، واطلع للدكتور يقول لي انا عندي عجز في الممرضات، انا شغال ب 25% من احتياجاتي كممرضة. الاجهزه موجوده بس ليه يا جماعه؟ الاجهزه موجوده بس مفيش حد، والمحاليل موجوده والفلاتر موجوده. على الفكره كان في عجز كبير قوي في المحاليل والفلاتر، معلش انا بتكلم يعني ايه بدقه، لان متعايش، متعايش نوصل بالظبط، متعايش مع المشاكل دي. فهو اهو انذار يا وزير الصحه، ده فساد يا دكتور. فساد، فساد اداري. يعني هو الفساد مش لازم يكون فساد مالي وناس بتسرق بس، لا، ممكن يكون فساد اداري. انا عندي مستشفى في اسوان مثلا فيها 5000 ممرضه، وعندي مستشفى. بقى سؤال جوه بقى، اتفضل. ولو جاله حد تبع فلان او حاجه محسوبيه او محاباه، هتلاقي الدنيا اشتغلت. يمكن النهارده الرئيس برضه نوه لكده، وقال يا جماعه كلنا محسوبيه، قال يا جماعه انا من وقت لاخر ان انا بقول ان مفيش محاباه، وكلنا فريق واحد، وكلنا في منزله واحده. تيجي بقى للمحاباه، على فكره يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ويمكن ده موروث ثقافي في الشعب المصري. أيوة. صعب جدا ان انت تغيره. يعني لما قصه المحاباه، لما احابي النبي لما عشان خاطر لما احابي بنسبه 1%، مش عيب. يعني ايه؟ وده موجود في كل الدنيا. يعني على فكرة. ايه؟ يعني الدكتور مثلا مدير المعهد جاله قريبه، لما يحابيه بنسبه 1%، ماشي، اصله مش كل قرايبه عندهم فشل كلوي، ماشي ماشي، من حقك حابي، بس الواجب عليك بقى انت كمان ان انت تشوف في ايه، ايه اللي ناقص عندك، وتجري وتطالب مره واثنين وثلاثه. انا رحت لوزير الصحه الدكتور احمد عماد وطالبت مره واثنين وثلاثه وعشره، وقلت له ان احنا محتاجين ممرضات، ان احنا محتاجين فلاتر، ان احنا محتاجين محاليل. طبعا الفلاتر والمحاليل على الفور تقريبا الجيش حل المشكله بتاعه الفلاتر والمحاليل، واحنا دلوقتي بننتج. يعني النهارده احنا عندنا اوريدي بعض المصانع، والمصانع دي هددت بانها تقف، وبعدين في مشروع دلوقتي انه يتم عمل
مصانع فيما يخص المحاليل، وان شاء الله فيما يخص الادويه كمان. يعني هو في مصانع ادويه بس تكون موجوده اكتر. يبقى انا محتاج بقى ايه؟ ومحتاج بقى بالاضافه لمصانع الاكل، ومحتاج المنشط العريض للحلقه بتاعتنا دي احياء الضمائر. احنا عايزين الضمير في كل حاجه، في كل مؤسسه، في الشارع، في البيت، في المستشفى، في الاسم. نيجي لحته مهمه كمان قبل ما نيجي الحته دي، عندنا فاصل. اتفضل استاذنك ساتر، خليكم معنا. اهلا وسهلا بحضراتكم. احداث النهار الجزء الاخير، وطبعا المناسبه الغاليه والعزيزه ذكرى مولد الهدى صلى الله عليه وسلم، وايضا في خطاب رئيس السيسي اللي جزء منه تناول الشق اليومي الحياتي للمواطن المصري بانعكاسه بقى الشق الاخلاقي الديني السياسي الاقتصادي. وكنا توقفنا للحديث عما يخص الاقتصاد وموضوع الفساد اللي تحدث فيه الرئيس باعتباره ان من احد الامور اللي بتهدم اي اقتصاد. لسه ضيفي منورني سياده النائب عاطف مخليف، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. وخليني اسالك في هذه النقطه سياده النائب، انتم كاعضاء مجلس نواب وفيما تحدث الرئيس عن المحاباه والمحسوبيه باعتبارها نوع من الفساد، انتم متهمون بانكم في كثير من الاحيان بغرض طبعا انفاذ مطالب الدائره والمواطنين في كل دائرة استخدام المحاباة والمحسوبية. الحقيقة طبعا يعني الاتهام ده ممكن كنت توجهه لبرلمان 2012 أو برلمان 2010 أو برلمان 2005، إنما في برلمان 2015 الحقيقة الوضع اختلف قوي 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 قوي. أنا مش عايز يعني أنفي إن إحنا لما بنروح أي مكان بنقابل مقابلة، يعني مقابلة النائب اللي بيمثل الدايرة بتاعته. يعني لو رايح اسم أو رايح مستشفى في الدايرة بتاعتي مش هأقابل بإهمال، يعني وإلا يبقى في حاجة غلط يعني. ولكن محاباة بقى من أي نوع؟ بمعنى يعني أنا دلوقتي بالنسبة للتعيينات، يعني عايز أقول لحضرتك إن بنتي قدمت في مسابقة وما نجحتش، إيه المشكلة؟ ماشي، ونجح فيها غيرها ما دونها. خلاص، الكلام ده ما كانش بيحصل زمان، الكلام ده كان ابن النائب او بنت النائب على الفور على طول تتعين. الكلام ده مش تعبنا، ولكن اللي تعبنا بقى احنا كنواب ايه؟ ان انت تلاقي في محاباه داخل المؤسسه بعضها البعض. ان تلاقي بنت المدير او ابن المدير او بتاع، او تلاقي واحد من زي ما كنت كده بتكلم وبقول ان في بعض فساد حديث تضافر مع فساد الدوله القديمه. يعني تلاقي مثلا ايه؟ تطور الفساد. تطور الفساد، هو جاي بقى عند النائب لان السبوت عليه كويس قوي فمش هيحابي، ولان مطلوب منه كده من رئيس الجمهوريه مش هيحابي. انما ساعه ما هيجي يعمل لك مسابقه ممكن هو يتحايل على المسابقه، اما بانه يحابي او يحابوا بعضهم البعض، واما البعض البعض يتكسب من الموضوع ده. والموضوع ده يمكن انا يعني في حالات بعينها حاططها عندي في المكتب ومستني ان الكلام ده يتكرر تاني. لو اتكرر تاني طبعا هنشيع الفساد. طيب، في احدى المؤسسات كان طالبه تقريبا محامين او كده. لما نيجي بقى نخش على، عايز تتكلم على التعليم؟ عايز اتكلم يعني اخلص من فساد الصحه وبعد كده اخش على التعليم اذا كان في وقت. احنا معانا خمس دقائق، خمس دقائق بنخش في التعليم. لان فساد الصحه يعني حاجه كبيره جدا. يعني الادويه الاكسباير، الادويه المفترض يبقى في رقابه منتهيه الصلاحيه، رقابه الاكسباير منتهيه الصلاحيه المفترض يبقى في رقابه. يعني كان لسه كنا احنا عاملين بيان عاجل ان الشركه المصريه فيها 30 مليون تقريبا وحده لبن بتاع الاطفال هيبقوا اكسباير في شهر 3، وفي منازعه بينها وما بين وزاره الصحه ومش عايزين ياخدوا الالبان لحد دلوقتي، مستنيين لما تبقى اكسباير وبعد كده نديها لاطفالنا. رقم واحد. هنقفل بقى على قصه الصحه، ولكن انا بقول برضو يعني الانذار بتاع الدواء الاكسباير لازم يكون في رقابه عليه. ماشي، نيجي نخش على التعليم. التعليم الحقيقه وخاصه التعليم الاساسي
يمكن احنا كنا بنتكلم على التعليم ده على فكره في اعظم البلدان المهتمه بالتعمير والغنيه في التعليم. بيبقى التعليم الابتدائي واحد، المنهج واحد في كل القطاعات بالظبط كده، خاصه وعامه. احنا عندنا واحد، لانه بيقولوا ده التعليم اللي بيأسس بالظبط كده. زي ما الرئيس النهارده كان عايز يعمل الخطاب الديني من اسوار لاسكندريه موحد، والاجتهادات اجتهد زي ما انت عايز، وابعت للازهر اجتهاداتك، ومن خلال اجتهاداتك الازهر هياخد ويبدا انتشار الخطاب بتاعك. انما لما انا اجي اتكلم على التعليم الاساسي وعمليه التسرب من التعليم الاساسي، وابدا اسلط الضوء على الماده 25 اللي اتكلمت على ان الدوله بتلتزم بمحو الاميه الهجائيه والرقميه، وما حطتش رقم ولا حتى ادرجت في الموازنه العامه للدوله جنيه واحد لمحو الاميه الهجائيه والرقميه. انا عشان امحو الاميه الهجائيه والرقميه لازم اعمل حاجه، لازم اضمن، لازم اضمن مجانيه التعليم. الشرقيه تقريبا او الغربيه، انا مش فاكر، كان في موضوع اشتراط الحصول على اراضي من مسابقه ما الاسكان والتعمير، قال اللي عايز يخش لازم يكون معاه شهاده محو اميه. فدي حاجه لا كويسه. لا لا بص، عايز اقول لحضرتك على حاجه، مش لازم اعمل كده، مش لازم احط قيود. انا الاول اوصلك، لان انت ما تتصرفش من التعليم. هو الراجل الامي المصري دلوقتي راح المدرسه، راح سنه اولى وثانيه وتسرب من التعليم لاسباب اقتصاديه، اما والده مات او اما الظروف الاقتصاديه بتاعتهم تدهورت فتسرب من التعليم. انا اضمن مجانيه التعليم ازاي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، اضمن عدم استغلال المعلمين او المدرسين. يعني في بعض الاحيان بيبقى الاب والام او الاسره عندهم القدره ان هم يعلموا، تبص تلاقي فيه ستريس، ضغط من المعلم عشان ياخد مجموعه ومش عارف ايه، وتبص تلاقيه يمسكه في الفصل يعني يعاند معاه لحد ما الولد يكره التعليم وما يخشش. صح الكلام ده كله. طيب، انت من اول ما تخش بالدوسيه، من اول يوم تروح على المدرسه، اي مدرسه سواء كان في اعدادي او في ابتدائي، تبص تلاقي مدير المدرسه مدير المدرسه بيقول لك هتتبرع علينا بكام، ده احنا عايزين مروحه، ده الديسك مخروم، ده احنا عايزين ندهن. الكلام ده كله لازم ينتفي من وزاره التربيه والتعليم. كل إدارة لازم تقوم بالمهام بتاعتها. الأبنية التعليمية هي اللي تيجي تبيض، وهي اللي تيجي تشوف الديسك مكسور ولا مش مكسور، هي اللي هتحط لي المروحة، هي اللي هتعمل لي الإضاءة. ما يبقاش عبء على مدير المدرسة، مدير المدرسة ما يفتحش الدرج بتاعه. ده رقم واحد. في إدارة على فكرة في وزارة التربية والتعليم مختصة اسمها إدارة الأبنية التعليمية. بالظبط كده. دي مختصة يعني. أنا عايز بس أسألك سؤال من وقت يجري. ماذا أنتم تتلقون كأعضاء مجلس النواب تكليفات من الرئيس تطبق، تخرج في قرارات من البرلمان تشريعية في سياق تكليفات رئيس السيسي النهارده في خطاب البلد النمر؟ والله يعني رقم واحد ورقم اتنين. انا رقم واحد، يعني الرئيس عمل ستريس على الخطاب الديني قوي قوي، وعلى تطويره قوي. فده لازم يكون في الزام واحد، تكليف واحد، خرجنا من الكنائس. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ يبقى انا عندي المادة 4 اللي بتكلف الازهر بان هو اللي يقوم بتصحيح المفاهيم الدينية، وبتصحيح قواعد اللغة العربية وانتشارها داخل البلاد وخارج البلاد. وحتة مهمة جدا اللي احنا بنتكلم عليها دي، خارج البلاد، لان خارج البلاد لو احنا لاحظنا في الاونة السابقة ايام حكم الاخوان، هنلاقي ان خارج البلاد كان الحرب على مصر في الدول الاوروبية من خلال المصريين اكبر من الحرب على مصر من المصريين داخل مصر. ده ليه بقى؟ لان هم وصلوا لهم الفكر المشوه، الفكر الديني المشوه وصل للمصري خارج البلاد اللي هو ما اللي هو اتولد بره، وصل له فكر مشوه. ليه؟ لان هم اللي هناك اللي هم بيوصلوا الافكار، وعندهم الزوايا الصغيره، هم اللي بيدقوا على الابواب ويقول له تعالى صلي عشان يوصل له معلومه باطله من خلالها بقى يحارب المصري مصر من بره. طيب دي برضو حته مهمه على الازهر. طيب، هنحط لها قواعد، هنحط لها تشريع لازم ينبثق من المادة التي تكلف الأزهر بتوصيل المفاهيم الدينية الصحيحة، وبتوصيل قواعد اللغة العربية الصحيحة للمصريين داخل البلاد وخارج البلاد. لازم نحط لها قوانين تلزم الأزهر بذلك. اسمح لي بس، رقم واحد. سيادة النائب، اتفضل.
معايا على التليفون دكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، واستاذنا طبعا الجليل والكبير. تحياتي يا دكتور. انا بقى يعني بعتذر منك في البداية لان وقت انتهى، بس كان لازم في هذا السياق يا فندم نسمع كلمة من سعادتك، خاصة فيما يخص الخطاب الديني في هذا التوقيت وهذه المناسبة الغالية علينا جميعا. فضل يا دكتور. اولا كل سنة وانتم طيبين. وانت بألف صحة السلامة يا فندم، والأمة الإسلامية والأمة العربية بخير، ونتمنى السلام للعالم كله، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله في حقي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الخطاب الرئيس النهاردة حقيقة جامعة تأوفى صراحة، كان خطاب جامع لتجديد الخطاب الديني، وكان النقاط اللي ركز عليها السيد الرئيس نقاط واضحة، يعني معناها بالضبط سهل قوي، لأن احنا نحول الكلام إلى تطبيق عملي حتى نظهر للعالم كله ونظهر للناس كلها. عملي ازاي يا دكتور بعد إذن سعادتك؟ اتفضل يا فندم. يعني نظهر، نبدأ من الشخص والمؤسسة والدولة. نعم أنا مع سعادتك، حاضر مني. يعني نظهر سماحة الإسلام، وأن الإسلام دين السماحة ودين الأخوة ودين العدالة. ده محتاج مننا الحقيقة. كلمة الرئيس النهاردة كلمة يعني تعطينا دفعة قوية أو تحسسنا بأن احنا ما زلنا واقفين محلك سر، لا احنا لابد أن نتحرك. وحضرك تطبيق زي ما حضرتك بتسألني هذا السؤال، احنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في اللجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب هنجمع شبابنا، وهنجمع المؤسسات الدينية، وهنجمع المؤسسات التعليمية وكل المعنيين بالخطاب الديني، وناخد خطوة إيجابية في هذا الشأن. اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هي ايه؟ خلينا يعني مفيش اجمل من المناسبة دي نقول فيها معاك يا رئيس. حاضر. فضل يا فضل. يعني احنا يعني حضرتك هنستطلع الآراء ونجمع الفكر كله ونشوف الخطوات الإيجابية اللي نستطيع. يعني والرئيس قال ممكن نقعد سنة، ممكن نقعد اثنين، ممكن نقعد ثلاثة، بس ننتهي إلى بيان الإسلام الوسطي المعتدل البعيد عن الإرهاب، البعيد عن التطرف، البعيد عن الفكر الأسود. كل هذه الأشياء إن شاء الله بإذن الله تعالى نوعدك ونوعد السادة المستمعين والمشاهدين على أننا في الأسبوع القادم بإذن الله سوف يكون لنا اجتماع مع هذه الفئات كلها المعنية، سواء كانت من المؤسسات الدينية أو المؤسسات التعليمية والسادة الوزراء، بإذن الله تعالى لنستجمع قوانا ونضع خطة أصيلة في أن احنا نجدد الخطاب الديني ونظهر سماحة الإسلام للعالم كله ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جزيلا دكتور أسامة العبد، رئيس اللجنه الدينيه بالبرلمان. شكرا جزيلا فندم مره تانية. كل عام وحضرتك والعالمين اجمع العربي الاسلامي بخير وسعاده. بشكرك جزيلا سياده النائب طبعا عاطف الخليفي، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. معلش القضايا او الوقت ما قضاش طبعا نفتح اكثر من قضيه، ولكن مره تانية واخيره، وان شاء الله عام هجري جميل وطيب على المسلمين وذكرى عطرة لمولد النبي الهدى والمصطفى صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. شكرا. كنت معكم أيمن إبراهيم، إلى اللقاء.